اجتماعي لك دور ثقافي داخل الوطن وداخل مجتمع النادي الاهلي. الاهلي هيوقع بروتوكول مع منظمه اليونيسيف في مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم باذن الله. هذا المؤتمر سيعقد في تمام الساعه 11 من صباح بعد غد الاثنين لتوقيع هذا البروتوكول التعاون مع منظمه اليونيسيف بمقر النادي في الجزيره. هيحضر المؤتمر بالتاكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيضا برونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر وأعضاء مجلس إدارة بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل. يأتي توقيع هذا البروتوكول من جانب منظمة اليونيسيف مع النادي الأهلي باعتباره أحد أكبر الأندية وأكثرها شعبية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر، وإيمانا بدور الرياضة وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال. يهدف النادي الأهلي من خلال هذه الاتفاقية إلى تضافر الجهود لرفع الوعي العام حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال، بما في ذلك الصحة والتغذية وتنمية البطولة أو الطفولة المبكرة، وتمكين أيضا الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرصة العادلة للفتيات والأولاد لتحقيق إمكاناتهم خلال الفترة القادمة. هذا الدور المجتمعي بيحرص عليه بشكل كبير جدا مجلس إدارة النادي الأهلي، وهذا الدور المجتمعي منصوص عليه في برنامج عائلة الأهلي اللي بدأ تنفيذه منذ انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. دي كانت جزئية. نروح بقى لأخبار فريق كرة القدم. خلاص يعني خلال الساعات الماضية كانت بالتأكيد في تدريبات ومعسكر إعداد في أسبانيا للموسم القادم، لكن طبعا في معسكر مغلق إن شاء الله خلال الساعات القادمة.